الا كتسول راسك شنو الحاجه اللي كتخلي واحد الشخص ناجح في الدومين اللي انت فيه بنفسك وانت ما ناجحش، فبصراحه خصك تعرف باللي كاينين غير جوج الحاجات وما كاينش من غيرهم. اول حاجه هو انه ما دخلش لذاك الدومين باش يطونتي لا شونس، داخل حيت مامن به وكيخدم فيه من نيتو. في الوقت اللي انت داخل داك الدومين باغي تضرب غير ضربتك ولا غير باش تشوف واش فريمون داكشي اللي كيقولوا كاين، باغي تخدم الايكوميرس غير حيت كتسمع باللي فيه الفلوس. والحاجه الثانيه ديجا قلتها وكاينه ديجا في الكتاب ديال جو جيرارد، هاو تو سيل اني ثينغ تو ايفري وان، كيقول فيها بالضبط الا كانت عندك واحد الباكيه ديال سباكيتي طايبه وضربتيها مع الحيط كون متاكد باللي غادي تلصق شي حبات. هنا بالضبط خاص تعرف الا كنتي باغي خدمه خاصك تصيفط ايميل الاول الثاني الثالث بزاف ديال الشركات لواحد العدد اللي كبير من الايميلات وكون متاكد باللي واحد فيهم غيصدق. باغي تخدم الايكوميرس لوكال كتقلب على البرودوي الاول الثاني الثالث العاشر رقم 20 ومازال عاد في الخدمه ديال بصح وباغي انك دير شي حاجه. وكذلك بالنسبه للديجيتال ماركتينغ الكامبين الاولى والثانيه والثالثه، هادشي باش فايتك شخص ناجح وانه مامن بداكشي اللي كيدير وكيعاودو بزاف ديال المرات.